ثالثا في الدرس السابع من المستفاد من الآية الأولى في سورة المائدة، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقفنا على الفائدة السابعة وتحدثنا عنها، الآن نتحدث عن الفائدة الثامنة من قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام. المستفاد منها أن جميع بهائم الأنعام حلال لقول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأيضا غير بهيمة الأنعام نقول إنها حلال، لكن لا بهذه الآية، بل بقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وعلى هذا إذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر، هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل أنه حلال، الأصل في الأشياء الإباحة، وعلى من حرمه أن يأتي بالدليل. لكن إذا شككنا في هذا الحلال، هل هو ذكية ذكاة شرعية، ذبح بالطريقة الإسلامية؟ الأصل عدم الذكاة الشرعية، لأن الذكاء فعل لا بد من تحقق وجوده. فإذا وجدنا عضو مثلا من شاة ملقى في مكان ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى، لا يحل لنا، لأن الأصل عدم التذكية. ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل. إذا وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا نأخذ به. لو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين، الفخذ لشاة عند بيت من بيوت، فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا. فالأصل عدم الحل، لكن هنا ظاهر يغلب. إيه الظاهر اللي يغلب على هذا الأصل؟ أنها موجودة عند المسلمين، وعند المسلمين يدل على أنها مذكاة. عند ذلك يكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على الأصل. لذلك قال العلماء رحمة الله عليهم: لو وجد إنسان شاة مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال، مع أن هناك احتمال أن يكون الذي ذبحها ممن لا تحل ذبيحته غير أهل الكتاب، لكن يغلب الظاهر. وبناء عليه طعام الذين أوتوا الكتاب حلال كما قال ربنا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالغالب هنا يغلب، إذ أنه حلال بنص القرآن الكريم. الفائدة التاسعة: الإحالة على مذكور. عندما تخبر أحد خبر وقد لا يستوعبه استيعابا كاملا، تقول: سوف أخبرك غدا، أو يعني انتظر قليلا وسوف أخبرك بإيه، ببقية الأمر. لحالة على مذكور أو على ما سيذكر، وهذا يحدث في حياة الناس. قال ربنا: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم أحال إلى المذكور: إلا ما يتلى عليكم، أي سوف أخبركم بعد ذلك على الأشياء التي حرمتها عليكم. إحالة على ما سيذكر، وهذا استعمله كثير من العلماء في مؤلفاتهم رحمة الله عليهم، أكثر من استعمله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. أكثر يعني إحالاته أكثر في الإحالات، ومع ذلك أحيانا قد ينسى أن يوفي رحمة الله عليه كما قال بعض أهل العلم. الفائدة العاشرة: أن الأصل في البهيمة، أعني بهيمة الأنعام، الحل كما قرره ربنا في القرآن: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وجه ذلك الاستثناء من هذا الحكم: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا. قال العلماء: الاستثناء معيار العموم. معيار العموم يعني ميزان العموم. فإذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام، أن هذا الحكم عام، لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. يبقى إلا تدل على أن الحكم عام، واستثني منه هذا الذي ليس منه. فمعنى
الاستثناء معيار العموم يعني ميزان العموم. إذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام. الفائدة الحادية عشر أنه لا يحل الصيد للمحرم. قال الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم، ولا لمن كان في الحرم، لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد حتى ولو كان غير محرم، حتى ولو كان غير محرم. لكن لو صاد صيدا حلالا يعني أنهر الدم وسمى الله وقتله فإنه لا يحل، لقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير محليه. فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام، فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم. ولهذا عبر الله عز وجل عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما صار هذا الصيد بمنزلة الإيه؟ القتل، فيكون المصيد هنا حرام كالميتة. الفائدة الثانية عشر تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام. انت نحن ربنا سبحانه وتعالى فلا تذهب بعيدا. من المعلوم الآن عند أهل الصيد أنهم شغوفون به، وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم حتى ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخرقها ومع ذلك لا يبالي. فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن إحرامه وذكر لله وغفل عن المقصد الحقيقي الذي ذهب إليه، وهو يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يوجه العبد أن يكون فعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عشر إثبات الحكم لله، فالحكم والتشريع بيد الله لا لأحد. نفهم نحن بعقولنا ما الذي يريده الله عز وجل منا من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. الفائدة الرابعة عشر إثبات الإرادة المطلقة لله عز وجل، لقوله: إن الله يحكم ما يريد، مع أنه سبحانه وتعالى أعطانا بمنته وكرمه أن نفعل ما نشاء، وهديناه الناجدين، لكن هذا وفق إرادة ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نسير كما نريد ويحاسبنا الله على إرادتنا بعد ذلك، لكن الإرادة المطلقة لله عز وجل. الفائدة الخامسة عشر الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، بل يجب على المسلم أن يسلم لأوامر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ختم ربنا سبحانه وتعالى الآية بعد النداء المرقق للقلوب وبيان فضل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ثم أنبههم: أوفوا بالعقود وبأنها حلال، أحلت لكم بهيمة الأنعام عموما. والدليل على ذلك أنه استثنى: إلا ما يتلى عليكم، أحال الأمر بعد ذلك، سأخبركم بعد ذلك، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. كل ما كان محرما حتى لو اصطاد وذبح فهذا ميتة قتل، لا يجوز. غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال: إن الله يحكم ما يريد، أي لا يجوز ولا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية. ثم شرع ربنا بعد ذلك يذكر أنواعا من الأحكام في الآية الثانية، نسأل الله أن يوفقنا إلى بيانها، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.